ولو مش عاجبك يا امي انت وابويا غوري بره غوري بره. كاد السكينة من اخوه للاسف احنا بنقول السلاح شاطر. مين هيعمر البيت؟ ادي الارض اللي كان بيقول خلفت ونفسي حد يقعد معايا. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمة او مخالفة للقانون، لان الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة سامح، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. الجريمة دي بقرية اسمها قرية الحلبي، مركز بني سويف، محافظة بني سويف. احنا في المجتمعات العربية الشرقية وفي مصر بالذات بنحب اولادنا يكونوا جنبينا. يعني تلقى الواحد ابنه يوم ما يتغرب في محافظة جنب المحافظة يدور له على وسائط عشان يقول لك نجيبه، ويوم ما يجي في نفس البلد بتاعته لو هو مدرس والمدرسة بعيدة شوية 5 كيلو يروح وسائط يقول له في مدرسة جنب البيت، ولو جبناه في مدرسة جنب البيت يبقى نفسه يبقى قاعد في البيت ويندموا عليه على الحظ. بنحب دايما ولادنا كده، ونحب نجواسهم مع بعضينا، ونحب العشرة احنا قوي. احنا معانا هنا زوج وزوجة وعندهم ولدين، ولد اسمه محمد 22 سنة وراجل اسمه احمد عنده 40 سنة. الكبير اللي هو 40 سنة احمد متجوز وعايش حياة مستقلة بعيد عنهم شوية، لكن في نفس البلد في قرية الجلبية الحلبية مش بعيد يعني. ابنهم الصغير ابوه قال له يا ابني يا محمد انت هالسجونة، اخوك الكبير متجوز بعيد عني رغم انه في نفس القرية، وانت كمان عايز تسيبنا، انت هات مراتك وتجوز معانا هنا يا حبيبي، على جل مراتك تساعد امك في الاكل والشرب والتنظيف وتسلونا، وبكره بعد نفرح بعيالك. انت اخوك مع مراته وانت بكره بعد تروح عند مراتك، طب انا وامك مش هنلقى حد يقعد معانا؟ حد ياخد بنفسنا؟ حد ياخد بخاطرنا؟ حتى لما اتعب القى حد ينجدني بدل ما اروح ابعت لكم تقولي يا بابا ما التليفونات قريبه، يا بابا الموبايلات ما معاك. قال له لا يا ابني عشان خاطر اقعد معايا يا محمد وتجوز هنا يا ابني في البيت، والبيت كبير اهو ده احنا بنينه على جرات يا ابني يشيل من الحبايب 1000. قال له حاضر يا بابا. خلاص بالفعل راح اتجوز وجاب مراته وعاش مع ابوه وامه. في البدايه كان كويس، بعد كده ابتدت بقى الخلافات بين مرات محمد وبين ابوه وبين امه. طبعا المفترض يا جماعة ان الاب والام قبل الزوجة، وبعد الاب والام ايه يعني؟ انت ممكن تعوض زوجتك انت تتجوز عليها او تطلقها وتتجوز بدل الواحدة 3، شرع ربنا مش هنتكلم فيه. لكن الاب والام يا ترى تقدر تجيب اب غير ابوك؟ يعني تقدر تطلق ابوك وتطلق امك وتجيب غيرهم؟ ممكن تلقى حد يخاف عليك زيهم؟ هتلقى حد يحبك ويتمنى لك السعادة غيرهم؟ أبدا. فالأب والأم ما يتعوضوش. لكن مشكلة محمد إن هو كان دايما بينحاز لمراته، وكان دايما يجي في صف مراته، وكانت لما أمه توعد تبكي يا محمد مراتك قالت لي كذا، مراتك غلطت فيا، مراتك ردت عليا، مراتك بتشتمني، مراتك بتقولي أنت ما تقولي من وش يا ابن عيب، قول لمراتك عيب، يروح لمراته تقول لأمك كذاب، ينزل يا امي انت اللي بتكدب يا امي، مراتي ما تقولش كده، انتوا كفاياكم بقى، انتوا عايزين منها، انت عايزينها تسيب البيت. ولما كان ابوه يقول له يا ابني ده انا سامحها، يا ابني عيب كده عجل مراتك، يا ابني الست اذا جوزها سكت لها هتركب، يا ابني خلي ان احنا كدابين، المفروض انت ما تطلعناش كده قدام مراتك، حاول يا ابني ان انت تخلي مراتك تعمل لك حساب، تعاملنا حلو مش عشان خاطرنا احنا، تعاملنا حلو عشان خايفه منك انت. يا ابني احنا مش عايزين غير الكلمه الحلوه، يا ابني احنا مش عايزين منك غير السعادة، يا ابني مراتك مبهدلاني انا وامك، يا ابني ما تخلينيش اندم ان قلت لك اتجوز معانا، يا ابني والله حرام. هقول لك يا محمد خد مراتك وابعد يا ابني. راحت هي داخله في الكلام قالت له مين اللي يبعد؟ ده البيت بيتنا وانتوا ما لكمش حاجه، وانا بقولها قدام ابنكم اهو، اللي مش عاجبه يسيب البيت.
الاب بيبص لابنه على اساس ان الوقت هيخبط مراته على مين، رغم احنا ضد ضد الضرب طبعا، او على الاقل ينهارها ولا يقول لها قليله الادب ولا يزعلها يغضبها يومين عند اهلها. راح قال لهم ايوه مراتي صح، البيت بيتنا، ولو مش عاجبك يا امي انت وابويا غوروا بره، غوروا بره البيت. طبعا الاب في الوقت ده قال له لا يا محمد، هي وصلت ان انت يا ابني تقول لي اغور بره البيت انا وامك، يبقى البيت بيتنا وانت بتطردنا، على كل منهم يا ابني انا راجل كبير مش هرد عليك، انا هجيب لك اخوك الكبير احمد، ويا ريته ما اتصل ده، هجيب لك اخوك الكبير هو اللي يرد عليك. راح مسك التليفون واتصل بابنه، يا ابني ايوه يا ابويا خير، تعالي لي دلوقتي يا حبيبي، ايوه يا ابويا لما تيجي يا ابني. احمد جه، خير يا ابويا؟ قال له حصل من اخوك محمد كذا وكذا، ومراته طلعت بتقول البيت بيتنا ولو مش عاجبكم اطلعوا بره، وببص لابني محمد على اساس ان هو يكون له رد فعل اللي قلته بيقول ايوه البيت بيتنا ولو مش عاجبك يا بايا انت وامي اطلع وسيب البيت. احمد المهم راح احمد يا محمد يا محمد، طلع محمد من اوضه النوم، خير؟ قال له انت قلت لابوك كده؟ قال له والله ولو مش عاجبك اطلع انت التاني. طبعا ده واحد عنده 22 سنه واخوه الكبير عنده 40 سنه. المهم طلعت الست من جوه من اوضه النوم، خير؟ جاي تعمل ايه؟ انت جاي تسخن ابوك وامك علينا؟ والله البيت بيتنا. طب انت مالك؟ ده اب وام وولادهم، ايه اللي دخلك انت يا زوجه في الموضوع؟ انت مالك؟ ابتدى طبعا الست، طبعا يعني اخوات، ايه اللي دخل الست بينهم؟ راح احمد مراضيه لابوه، لا يا بايا حقك عليا ومحمد غلطان وهو انا هلطشه قدامك، وراح لطش اخوه جلامين. اخ كبير بيضرب اخوه الصغير عشان بيرضى ابوه وامه، وفي نفس الوقت يعجل اخوه رغم ان احنا ضد الضرب. راحت بقى الست الزوجه المحترمه قالت لجوزها اهو انت كده ما تعملش راجل غير عليا، وما تفرش ريشك غير عليا، لكن اخوكم بيديك بالجزمه هو مش قادر ترد عليه. سخنت الواد الصغير على الواد الكبير، جري الواد الصغير جاب سكينه بيجري ورا سكينه. طبعا الاب والام قاعدين مش متوقعين اللي بيحصل ولا متخيلين ولا تهيئ. راح احمد الكبير خد السكينه، قدر ان هو يسيطر على اخوه برضه 40 سنه 22 سنه، خد السكينه من اخوه، وللاسف احنا بنقول السلاح شاطر، طعن اخوه طعنتين، الطعنتين في القلب وطعنتين في الجنب الايسر في جنبه، طعنتين، هم اربع طعنات، اثنين في الطب الشرعي قال لك اثنين في القلب واثنين تحت القبط في الجنب. اربع طعنات نزل محمد ميت في الحال. طب يا زوجة يا محترمة، جوزك ومات والابن التاني دخل السجن، ايه اللي استفدتيه؟ الاب والام بقى بيشيلوا التراب على دماغهم، زرعت عمرهم ولادهم الاتنين احمد ومحمد، الاتنين قتلوا بعض، واحد هيدخل السجن والتاني مات، مين هيعمر البيت؟ ادي الاب اللي كان بيقول خلفته ونفسي حد يقعد معاه. يا جماعة مفيش احسن من كل واحد يستقل بحياته. للاسف وجود الاب والام مع ولادهم في البيت وكل ابن يتجوز لازم تحصل مشاكل، لازم تحصل مشاكل، وبالتالي دي النتيجة، البيت اتخرب، الاب دخل في غيبوب، والام لغايه دلوقتي بتشيل التراب على راسها، ولادها الاتنين في لحظة، اللي مات ساب مراته ساب عيل، واللي قتل مراته وعياله مش لاقين حد يأكلهم ويصرف عليهم. ليه يا جدعان؟ يا جماعة ساعة مع حنفي المفروض بنتعلم، احنا مش بنجيب برنامج وحلقات عشان التسلية، الحاجات دي ما فيهاش تسلية، دي جرائم بشعة، بس لازم نستفيد ونتعلم من اخطاء غيرنا. كل اب وكل ام يعرف الدروس، كل شاب وكل شابة، وكل اخ وكل اخت، وكل زوج وكل زوجة يتعلموا من برنامجنا عشان ما نوقعش في نفس الاخطاء تاني. بنقول وبنعيد يا جماعة، وادي النتيجة، تم القبض على الاخ، سلم السلاح المستخدم للجريمة، مثل الجريمة بالكامل وقال والله انا ما عمري ما كنت اقتل اخوي، انا صعبان علي ابويا وامي بسبب الخناقات اللي بينه وبين اخواتي، وحبيت اراضي الناس كلها، لكن للاسف اخويا تسرع ومسك السكينة خدتها منه، والشيطان شاطر، والله ما عرفت عملت كده ازاي، لكن مبرر غير مقنع. المفترض ان الانسان قبل ما يتصرف اي تصرف يفكر، وخاصة ان السلاح بالذات مصيبة. لكن انا اقول ايه،
لله الأمر من قبل ومن بعد.